بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في كورس الباور سيستم ديستريبيوشن، معاكم مهندس أشرف رمضان. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن نظام التأريض الإيرسينج سيستم. طبعا نظام التأريض بيبقى سيكشن 16060. نظام التأريض هنبدأ نشوف البند مكتوب إزاي داخل جداول الكميات. بسم الله الرحمن الرحيم. نظام التأريض البند عندي مكتوب توريد وتركيب وتوصيل واختبار، مهم جدا اختبار يا شباب، توريد وتوصيل وتركيب وتوصيل واختبار. نظام الأرضي شامل أعمال الحفر والردم وتأريض المبنى واللحامات وجميع الاكسسوارات الضرورية والأعمال المساعدة كما بالمواصفات ومخططات التصميم وتعليمات المهندس المشرف. طبعا البند بيبقى مكتوب ازاي بالانجليزي، الايرسينج سيستم سبلاي انستول كونكت اند تيست اوف ايرسينج سيستم انكلودنج اكسكافيشن اند باك فيلينج ويلدنج انكلودنج ايرسينج اوف بيلدنج فاونديشن ري انفورسينج بانز اند اول نيسيسري اكسسوارز اند انسيلري ورك as per specifications and drawing and supervisor engineer instructions. طبعا بيبدأ هو يديني مواصفات الايتمز الخاصة بالبند. اول جزئية عندي بئر الارضي شامل وصلة الاختبار وجميع لوازم التركيب اللي هو الايرسينج بيت ويز تيست لينك، مهم جدا ويز تيست لينك. طبعا بيديني اعدادهم حسب التصميم بتاع المبنى، وصلة الاختبار اللي هي التست لينك. بعد كده بناء على الحسابات بنشوف الكابل المستخدم، كابل 35 ملي متر تربيع نحاسي غير معزول، 35 ملي متر تربيع سوفت دروين بار كبر واير، وفي 50 ملي متر تربيع نحاسي غير معزول اللي هو 50 ملي متر تربيع سوفت دروين بار كبر واير، وقضيب نحاسي بطول 3000 ملي او 3 متر قطر 20 ملي اللي هو 20 ملي متر فاي في 3000 ملي متر لينس جراوند رود. ده عدد الرودات هنا 14